غالبا الشعراء ما يكتبون بيت، غالبا تلقاهم يكتبون بيتين او ثلاثه فما فوق. يعني شاعر يكتب بيت واحد فقط، هذه ما اذكرها قد صارت. عن نفسي شخصيا ممكن عملتها كاستهلاليه لقصيده وبعدين تكاسلت عنها، لكن يعتبر بيت بمثابة قصيدة كاملة هذه لم يسبق لشاعر أن مر فيها إطلاقا. حتى مقولة الناس لما يقولك والله هذا البيت بيت القصيدة، لكن هو بنفسه ما يقوم بحالة، لازم يكون معاه الأبيات اللي قبله والأبيات اللي بعده. فالصورة اللي صارت أوجدت نزعة جديدة في الشعر الشعبي ما كانت صراحة مسبوقة من قبل، ولا يعني مر في بالي أو في ذاكرتي حتى أن قد مطبوعة أو وسيلة إعلامية عملت شيء مشابه، أنك تضع صورة وتقول اكتب لي جميع تداعيات هذه الصورة أو أفكارك أنت في بيت واحد فقط. أعتقد تحدي كبير.